اليوم جمعيه انصاف نظمت هذا اللقاء الصحفي باش نرجعوا على القانون 19-12 اللي تم الاصدار ديالو في بدايه الشهر اللي كيخص تقنين العمل ديال العمال والعاملات في المنازل. هذا القانون اللي دخل حيز التطبيق بغينا نركزوا على واحد الماده جد مهمه هي الماده 23 اللي كتنص حرفيا ان كل من يقوم باستخدام طفل من دون 16 سنه كيعرض راسه لواحد العقوبه اللي هي غرامه ماليه ما بين 25 و 30 الف درهم. وفي حالات العود هذه الغرامه كتضاعف تقدر توصل حتى ل 60 الف درهم وتقدر تكون ايضا مصحوبه بعقوبه السجن ما بين شهر و 3 شهور. الهدف ديالنا اليوم في انصاف هو انه نوصلوا المغاربه بان تشغيل الاطفال رجع شيء ممنوع قانونيا. وبغينا هاد الاسر اللي كتستغل واللي كتستخدم وكتستغل في ظروف جد قاسيه هاد الاطفال كخادمات البيوت انهم يحروهم ويرجعوا من والديهم باش يكملوا الدراسه ديالهم باش يكملوا الحياه العاديه ديالهم كاطفال. لان المكانه الطبيعيه ديال الطفل هو بين الاحضان ديال الاسره ديالو. وبغينا نطلبوا جميع المغاربه ان يتداولوا هاد 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 الميساج هذا عبر وسائل التواصل الاجتماعي باش كل مغربي يعرف بان هذا القانون دخل حيز التطبيق. وبحال اللي الحمله اللي بغينا نطلقوها هي لان واذا ما حشمناش نخافوا من القانون اليوم. دونك هذا هو الميساج اللي بغات انصاف توصل لجميع المغاربه اليوم عبر وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. وزارة الشغل والإدماج المهني وضعت واحد الاستراتيجية اللي كتمحور حول أربعة محاور. أولا المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية ذات المجال خاصة الاتفاقية 138 و182. ثانيا الرفع أو تعزيز الترسانة القانونية الوطنية بدءا بمدونة الشغل والآن بصدور القانون 19-12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العاملات والعمال المنزليين. كنشتغلوا أيضا على تعزيز المراقبة من خلال تعيين نقط ارتكاز من بين مفتشي الشغل للمتخصصين في محاربة تشغيل الأطفال. وكنشتغلوا أيضا على تعزيز الشراكة مع مجتمع المجتمع المدني في هذا المجال. بالنسبة للقانون 19-12 فهذا قانون اللي جا باش يحدد العلاقة الشغلية بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين بصفة عامة، ولكن بين المقتضيات ربما المهمة اللي جا بها هو أنه حدد الحد الأدنى لسن القبول في العمل في 18 سنة مع فترة انتقالية ديال 5 سنوات اللي يمكن فيها تشغيل الأشخاص ما بين 16 و18 سنة، ولكن بشروط صعبة وصعبة التنفيذ. وأيضا ما جاء بهذا القانون هو رفع العقوبات بالنسبة للأشخاص اللي كيشغلوا الأطفال اللي كتقل السن ديالهم على 16 سنة خلال المرحلة الانتقالية أو 18 سنة فيما بعد ذلك. فهؤلاء الأشخاص معرضين لغرامة مالية مهمة جدا كتراوح ما بين 25 ألف و 30 ألف درهم، وفي حالة العود الغرامة تضاعف لتصبح ما بين 50 ألف و 60 ألف درهم مع إمكانية العقوبة الحبسية. الدول المنظمه اليوم يعني الهدف منها هو تسليط الضوء على القانون اللي خرج الحيز التنفيذ، قانون 19-12 اللي خرج الحيز التنفيذ يوم 2 اكتوبر 2018 وبالخصوص يعني البند 23 منه اللي يتكلم على الغرامات في حق يعني الناس اللي يستغلوا الطفلات القصيرات. وغادي تكون هذه فرصه على انه تسليط الضوء على هذا البند هذا، وبالتالي على انه الجمعيه غادي تهضر على الاستراتيجيه ديالها في حاول ما امكن على انه يعني تحسيس بهذا القانون ككل وبهذا البند هذا اللي هو اساسي.
وايضا غادي تكون واحد المجموعه ديال نحاولوا ما يمكن اولا نعرفوا بال بال بالريكومونداسيون ديالنا اللي المطالب ديالنا باش نحاولوا ما يمكن على انه تجويد هذا القانون وباش يكون اكثر فاعليه ويكون التطبيق ديالو باش نتوفروا الحمايه لكاع هاد الطفلات اللي هما تيشتغلوا كخادمات في البيوت. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.